هم يعبدون غير الله، وعندهم قرآن غير قرآننا، فعلى ماذا نتفق أنا وإياهم؟ ما أعطني نقطة ارتكاز بيني وبينهم حتى أجادلهم. حينما تأتي لله للقرآن قل أنتم قرآنكم محرف، نحن عندنا مصحف فاطمة. إذن كيف سأجادلهم بالتي هي أحسن هؤلاء؟ كيف؟ لأنهم هم ينتمون لدين غير دين الإسلام، غير دين الإسلام. قاطبة بعد هذه المشاهد. أنا مسلم سني، وأقولها على قناة حكومية على الهواء مباشرة، رحم الله حسين عبد الرضا وأدخله فسيح جنانه وجمعنا الله به بدار كرامته ومستقر رحمته مع نبيه صلى الله عليه وسلم، وموتوا بغيظكم. الجنة ليست ملكا لأبيكم ولا لأمهاتكم، الجنة ملك لله. قال الله الجنة أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء، لا من يشاء رجال الدين، لا من يشاء رجال الدين. هذا الفرق، علمتم؟